ديك فرصة ماشي. للتفكير بعد ما اطلع ماشي. الفاصل. رباعي النادي الاهلي احمد فتحي كباتن طبعا، احمد فتحي ووليد سليمان شريف اكرامي وحسام عاشور. مكملين السنة الجاية في النادي الاهلي بدون انت تفكير. جاوبت ليه؟ ده قرار. ده مكملين قرار. ايه؟ مكملين ايه؟ ده قرار. ده قرار في لجنة التخطيط ان الرباعي ده على الاقل مكمل سنة كمان. طب شوق الناس قول لي بعد الفاصل. لا ما احنا عندنا كتير بقى عشان طيب نقول بعد يعني الفاصل. الرباعي مكمل في النادي الاهلي. سنة. 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 يعني دول في قرار في لجنة التخطيط ان الناس دي كمان معانا السنة الجاية بما فيهم حسام عاشور. طب ليه قرار اتأخر لحد دلوقتي ما طلعش؟ بالعكس. اصل خلي بالك اللعيبة بالعكس ايه؟ دول لعيبة كبار، ده انت لازم تريح بالعكس الفرقة. بالعكس والفرقة مرتاحة خلي بالك. لأن عندهم طمأنينة وواثقين في الكلام ده. وفي نفس الوقت هم انت شريف إكرامي كان معانا، شوف الراجل دخل طبعًا. يعني الكبار دول ما تقلقش عليهم. طيب يبقى رباعي النادي الأهلي مكمل سنة على عهدة وكلام نجمنا الكابتن إيهاب الخطيب. فاصل نرجع.